والاهتمام ليس قولا ولا ادعاء، إنما ممارسة. فبلدية الخليل وبالشراكة مع لجنة إعمار الخليل كان لها الدور البارز في إحياء وإعادة الإسكان في هذه المنطقة. وهنا لا يمكن إلا أن أتذكر من حمل اللواء من أعضاء لجنة الإعمار، رئيس وأعضاء لجنة الإعمار السابقين الذين لم يتوانوا يوما في تقديم المساعدة وإعادة إعمار مدينة الخليل. جابوا الدنيا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ليستطيعوا ويتمكنوا من إعادة إعمار هذا البلد، فكل الشكر له. ويأتي أيضا إعادة الإعمار من خلال الدعم الاقتصادي. يجب أن نعمل كل ما بوسعنا لإعادة الناس للحياة الاقتصادية، لدعم السكان ودعم المحلات التجارية، وليس الدعم يعني أن تعطي إنسانا نقود، هذا ليس دعما وهذا لا يشكل شيئا. الدعم الحقيقي أن تهيئ المناخ لممارسة الحياة الاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا إذا أعدنا إعمار البلدة القديمة من خلال المجيء إلى البلدة القديمة والتواجد فيها وإعمارها بالبشر. البشر تساهم وتسهل لهم الشراء وزيارة البلدة القديمة. وهذه الحافلات التي اليوم نحن بصددها جاءت لهذا الدعم، لكي تقدم يسر الوصول إلى البلدة القديمة السواح والضيوف والزائرين من 48 ومن غيرها، أن نقدم لهم تيسير الوصول إلى البلدة القديمة والشراء منها، لأنه كثير من الناس لا يشترون لأنه بيتغلبوا بالحملات. عشان هيك إحنا هذه الحافلات جاءت لدعم البلدة القديمة. وعلى هذا الطريق نحن بصدد إعادة بعض خطوط المواصلات النقل العام إلى هذه المنطقة لنعيد إعمارها أيضا، لكن هذا لا يتأتى إلا إذا فتحنا الطريق وعملنا على فتح الطريق. لذلك أعدنا تأهيل سوق الخضار المفرع في بئر الحمص، وستزال، وأنا أقول وحطوا تحتها 100 خط، ستزال كل بسطات الخضار الموجودة في شارع الشلة. وأنا أقول للجميع ليبدأ يعد العدة للانتقال إلى السوق المؤهل حديثا حتى نفتح الطريق، لأنه لا يمكن إعمار البلدة القديمة إلا إذا سهلنا وصول الناس إلى من خلال أن نبدأ بإزالة كل العوائق التي تمنعنا من الوصول إلى البلدة القديمة، حتى تستطيع السيارات ويستطيع الناس. وسنعمل مواقف للسيارات في شارع الشلالة، للسيارات الخاصة والسيارات العمومية، لدعم البلدة القديمة. طبعا هذا المشروع يأتي بالشراكة، ونحن في بلدية الخليل نؤمن بالشراكة التامة مع كل مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الغرفة التجارية، على رأسها محافظة الخليل والغرفة التجارية وكل مؤسسات ولجنة الإعمار والجامعات وكل مؤسسات البلد وكل الفعاليات في هذه البلد وكل الشخصيات والأهالي. نحن لا يمكن أن نعيد الحياة لهذه المنطقة إلا إذا تعاوننا نحن والأهالي والمؤسسات معا. وهذه الحافلات جاءت ثمر التعاون وشراكة حقيقية بين بلدية الخليل والغرفة التجارية. لذلك كانت هذه الثمرة. وبالأمس القريب كانت إزالة البسطات من شارع ودار ناصر الدين أيضا إحدى ثمار الشراكة مع الأجهزة الأمنية، مع الشرطة، مع الغرفة التجارية، مع المحافظة، مع غيرها من المؤسسات. بالتعاون أيها مدينتنا الخليل هي الخليل
وعندما أقول الخليل فقد قلت كل شيء. الخليل هي التاريخ، هي الحضارة، هي الإنسانية. وبالأمس نجحنا بوضع الخليل على قائمة التراث العالمي لتسويقها والعمل على تسويقها دينيا وسياحيا. لذلك هذه البلد بلدنا تحتاج منا كل الجهد جميعا، تحتاج منا أن نفكر ليل نهار بالوسائل التي تعيد لهذه المنطقة حيويتها. أنا أشكركم جدا على وجودكم اليوم في هذه النقطة في البلد القديمة، وهذا رسالة لكل من يهمه الأمر أننا عائدون. وأنا أحلم ليل نهار أن تكون السوق الشعبي في مدينة الخليل في إسقاع أبو ددح أو في خان شاهين، وإن شاء الله بتعاونكم نستطيع أن نصل إلى هذا. لا أريد أن أطيل عليكم، شكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الأستاذ تيسير أبو سنينة. نسيت أشكر التف، يعني ألف مرحبا وألف تحية لقوات تواجد الدولي TRBH على تواجدهم ومشاركتهم معنا اليوم، وهم أيضا شركاء أصيلين في كثير من الخدمات التي تقدم في هذه البلد. فشكرا لحضورهم وشكرا لكم على حب الأرض. كبروا وعليها تربوا، كبرت الأرض فيهم كلما في السن كبروا وتقدموا. أعطتهم وبلا حدود حروف اسمها في قلوبهم موجود، عشقهم لها بلا حدود، وهي في نظرهم الدنيا وما فيها، في نظرهم هي الوجود، إليها يعود انتماؤهم وهويتهم ووجودهم، منها أتوا وإليها يعودون. والآن مع كلمة رئيس الغرفة التجارية شريك بلدية الخليل في هذا المشروع المهندس محمد غازي الحباوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة القاطنين في البلدة القديمة سكانا وتجارا ومتسوقين، الأخوة كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن البلدة القديمة هي جل اهتمامنا وجل اهتمام كافة المؤسسات وكافة أهالي مدينة الخليل، ولأنها مركز الحضارة والتاريخ والمركز الديني والثقافي والحضاري والتجاري والاقتصادي، كان لابد أن يكون هذا الاهتمام. ولأن الاحتلال الإسرائيلي جل اهتمامه أن يفرغ هذه المنطقة من أهلها ومن التواجد العربي، فكان لابد لنا من تعزيز التواجد العربي في هذه المنطقة من خلال الإسكان الذي قامت به لجنة الإعمار، مشكورة طبعا بالتعاون مع كافة المؤسسات وبالدعم الحكومي المطلوب، وأيضا من خلال التعاون مع كافة المؤسسات وعلى رأسها المحافظة والأجهزة الأمنية والبلدية وكافة المؤسسات الأهلية وأيضا الغرفة التجارية، كان لابد لنا من التشبيك مع المؤسسات في هذه المحافظة. وكان ثمرة هذا التشابك وهذا الجهد أننا اليوم نحتفل بتسيير حافلتين كهربائيتين لتسييرها من باب الزاوية إلى البلدة القديمة بشكل مجاني للمواطنين، ليس للسياح فقط وإنما لأهالي المنطقة، لأن هدفنا هو تعزيز التواجد العربي في هذه المنطقة وتعزيز التسوق من هذه المنطقة. نريد أن تكون هذه المنطقة جاذبة للتسوق، نريد من كافة أبناء هذه المحافظة أن يتسوقوا وأن يكونوا موجودين في هذه البلدة، هذه البلدة المستهدفة والتي يهدد الاحتلال الإسرائيلي من خلال وزرائه باستمرار
باقتحامها وضمها لتكون جزءا إسرائيليا، والذي هدد بالآونة الأخيرة بإقامة مجلس بلدي لتقديم الخدمات للبؤر الاستيطانية بها. فهذا واجب وطني وواجب ديني علينا جميعا كأفراد وكمؤسسات أن نعزز تواجدنا في هذه المنطقة. ولعل أهم المشاريع التي ستكون أيضا لهذه المنطقة إضافة لتسيير هذه الحافلات، والتي لن تستطيع أن تسير ولا يمكن أن تسير إلا بعد تسهيل الطريق لها.